بنت بتحكي مشهد كله قسوة، بتحكي عن مشهد قسوة أمها معاها. بتقول من وانا صغيرة جدا وأمي بتضربني على الصغيرة وعلى الكبيرة، وأي غلطة بعملها بتتعصب عليا وبتشتمني شتايم صعبة جدا وكأني عدوة بتنتقم مني. كنت بحسها ساعات مش وعيها من كتر غضبها، ولما كبرت وبطلت تضربني بدأت تهني وتشتمني وتلومني بصورة مؤلمة. مفيش حاجة فيا عجباها، لا شكلي عجبها ولا تصرفاتي عجباها، وبتشوف كل البنات حلوين إلا أنا. لحد ما في يوم انفصلت عن أبويا، كان عمري وقتها 17 سنة. قلت يمكن أمي تهدى شوية، لكن اللي حصل العكس، الحياة بقت أصعب وفضلت تضغط عليا. لحد ما في يوم انهارت وصرخت فيها وقلت لها اني مش عايز اعيش معاها واني مش بحبها وان هي مش بتحبني وانا عارفه، ويا ريتك ما كنت امي. بتقول اتصدمت، وكان ردها ان هي نفسها ان انا اكون الاحسن ونفسها ان انا اكون البنت الاحلى والاشيك، وانهارت وعيطت وقالت كلام كتير، لكن في الاخر عاملتني نفس المعامله الصعبه. البنت بتقول انا كبرت واشتغلت وتعرفت على ناس وانا قويت، وعلاقتي بامي ساءت لاني بقيت مش قادره اتعامل معها كويس، مش قادره اطلع من جوايا شيء كويس تجاهها. زي ما هي كانت قاسيه عليا، وزي ما هي كانت بتغلط فيا، زي ما هي كانت بتهني انا كمان قاسيه عليها، زي ما هي حرمتني من الحب والحنان انا كمان حرماها من الحب والحنان. بتقول انا عارفه ان هي محتاجاني ومحتاجة ودي ومحتاجة قربي، لكني مش قادرة، مش قادرة أوري لها جانب كويس مني. صراع كل أم غير راضية عن بنتها، صراع بين أمومتها وحبها لبنتها وغضبها وعدم رضاها عن بنتها اللي مخليها بتأذيها. صراع داخلي مؤلم بين صوت الشيطان وبين الأمومة. الشيطان بيعكر على الأم أعظم غريزة ربنا خلقها فيها، غريزة حب الولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الأم خسرت الصراع لأنها شايفة أن بنتها جزء من مقتنياتها، حاجة تملكها، مش راسخ جوه قلبها أن دي أمانة رب العالمين استأمنها عليها. وبالتالي الواحد لما بيملك حاجة بيكون مستني مكاسب من الحاجة اللي اقتناها دي، ان الناس تثني عليه وتقول له ايه العفش الجميل ده، ايه العربية الجامدة دي، فيكسب من وراها مكاسب نفسية وشخصية. فلما الام تلاقي البنت ما بتحقق لهاش ده تبدأ تقلب عليها، يعني هي ما حققتش المطلوب، لا شكلها مبهر للناس فالناس اثنت عليها، ولا شيك ولا جميلة بجمال معين ما أبهرتش الناس، فأنا كأم ما كسبتش من وراها، فأعملها أسوأ معاملة وأبدأ أضرها وأبدأ أطلع زعلي منها فيها وأغلط فيها وأكلمها وحش. عشان كده الأم، أو عشان كده في بعض الأمهات بتخسر الصراع. لكن لو شافت قدام عينيها حجم الأمانة اللي ربنا ادهلها، إن ربنا استأمنها على بني أدمة تزرع فيها وتبنيها وتكبرها ويبقى عملها في الأرض حي في إنسان ناجح بيتحرك، والله ما كانت أذتها. عشان كده الإمام الغزالي بيقول إن الصبي أمانة عند والديه، وإن قلبه الطاهر ده جوهرة ربنا ادهاله عشان ينقش فيها ما يشاء، فإن أراد به خيرا نقش الخير وإن أراد به شرا نقش الشر.
لكن الأم اختارت إن هي تنقش في قلب بنتها الشر. السبب التاني اللي الأم خسرت الصراع عشانه إن هي مش راضية عن قضاء الله من جواها. ليه يا رب اديتني بنت وحشة كده؟ ليه يا رب اديتني بنت أنا مش راضية عن شكلها وعن الستايل بتاعها؟ بص كلام كله سطحي جدا لكن ده اللي بيحرقها، فبالتالي هي ما عندهاش سلامة صدر، بالتالي هي بتغلي، بالتالي الشيطان قادر يخليها تبقى قاسية مع بنتها. لأن ربنا قال من يؤمن بالله يهدي قلبه، اللي حيؤمن برب العالمين وبقضاء رب العالمين ربنا حرزقه السكينة والهداية والرحمة في التعامل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا، يعني اللي مش قادر يرحم صغيرنا ده مش هيقدر يبقى عايش بجمال العلاقة برب العالمين، هتفسد عليه حياته. ومن الأسباب اللي تخلي الأم تخسر الصراع في علم النفس مبدأ اسمه الإسقاط، إن هي تبقى بتسقط عليها زعلها من نفسها، هي مش راضية عن شكلها، مش راضية عن لبسها، مش راضية عن لون بشرتها. أنا عارف إن دي حاجة جوه جدا بس أنا مضطر أقولها، فتبدأ تطلع همها في بنتها وتعاملها أسوأ معاملة. طبعا ده ظلم واضح، وقتها الشيطان بيدخل، هي الأم جاهزة إنه يخليها تتقلب على بنتها ويقومها عليها وتعملها أسوأ معاملة. والحقيقة إن الأم دي بتخسر كتير جدا في الدنيا قبل الآخرة، وأول خسارة هتخسرها إن هي هتيجي من الشوك اللي زرعته في نفسية بنتها. شوف كل معاملة وحشة عملتها لبنتها الدنيا هتلف وبنتها هتعاملها أسوأ معاملة. عشان كده النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، مش هترحمي بنتك وهي صغيرة، مش هترحمك وانت كبيرة، والخسارة هتبقى كبيرة. بس زي ما انت زرعت في نفسيتها مع كل كلمة وحشة شوك وهي حصدت منه ألم، هي كمان لما تكبر هتزرع الشوك ده في نفسيتك وهتحصدي منه نفس الألم ويمكن أشد. الجزاء كتير بيكون من جنس العمل. الخسارة التانية للأم هتخسرها إن هي كبرت بنتها بس نزعت منها الثقة في نفسها، طلعت مخلوق بلا ثقة في إمكانيات وقدرات الله. على فكرة يا جماعة مفيش إنسان ربنا بيخلقه ضعيف، لكن في إنسان بسبب صورته اللي بتتكون عن نفسه من كلام أمه إن أنتي أسوأ واحدة وأنتي 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 وتعيب عليها وتعيرها طول الوقت، فتفقد الثقة في إمكانيات ربنا اللي خلقها فيها، فتبقى عايشة ومش قادرة تعمل حاجة، ما عندهاش الدافع إن هي تنجز ولا إن هي تنجح، ولا مصدقة إن في يوم من الأيام ينفع تعمل حاجة صح بسبب الكلام السلبي والصورة السلبية اللي أمها كونتها في ذهنها، ففقدت الثقة في نفسها. هي كانت جاهزة تكون مغيرة لهذا الكون لو كان أبوها وأمها دعموها، لكن الأم لما خسرت الصراع وكسرتها لأنها مش راضية عنها بقت مش قادرة تعمل حاجة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة جاهز بجمال رب العالمين، إنما أبواه يهودانه أو يمسجانه، يعني هم اللي يخلوه يهودي أو بيعبد النار، هو جاهز، أو يختاروا التوحيد وإن ربنا يكبر في قلبه جدا. هي نفس الفكرة، كل إنسان ربنا بيخلقه جاهز يكون عنده قدرة وطاقة وثقة في النفس يقود بها هذا الكون، يما يطلع إنسان لا حول له ولا قوة في منتهى الضعف. مين اللي هيعمل في الطفل كده؟ أمه الغير راضي عنه. فالخسارة التانية هتشوف حصرتها على بنتها طول عمرها. ومن أشد الخسائر وقفة الأم يوم القيامة، بدل ما تكون واقفة بين يدي الله بتكرم لأنها كانت أم بنت وربت وخدمت وقوت وزرعت الخير في قلوب ولادها فمقامها الجنة، هي أم هتقف تتسئل مخذولة بين يدي الله. عشان كده الإمام القيم بيقول إن الله سبحانه وتعالى يسأل الولد عن والديه يوم القيامة قبل أن يسأل الوالدين عن الولد. يا جماعة البنت هتتسأل قبل أمها عملت معاك إيه؟ ربتك إزاي؟ كانت حنينة عليكي ولا لأ؟ دعمتك وقوتك ولا كسرتك؟ هيبقى موقف صعب. يا جماعة ربنا عادل، ما ينفعش أم تكون بتأذي كل الوقت وفي نفس الوقت ربنا يحاسب البنت دي على قسوتها على أمها، ما هي اللي زرعت شوك فهي اللي هتيجي نشوك. عشان كده كل أم نفسها أولادها يبروها
محتاجة تبرهم. كل أم نفسها ولادها يعملوها بما يرضي الله، هي تستحضر ربنا في المشهد وتعاملهم بما يرضي الله من يوم ما اتولدوا، وتزرع فيهم الخير والحب والحنان، وتخليهم مش محتاجين حاجة من حد، وكأنها فعلا محوطاهم بجناحاتها لحد ما هم يقدروا يقفوا على حيلهم، وهم اللي يحوطوها وهم اللي يحموها. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. إزاي الأم تكسب الصراع وتنتصر في المشهد ده على الشيطان وعلى نفسها رغم إنها مش راضية عن ظاهر بنتها، إلا إن هي تعاملها بالأمومة بحق؟ اللي يعينها على ده أول حاجة اتباع المنهج القرآني في رؤية جمال المخلوقات. رب العالمين علمنا حاجة في القرآن، إن أنت دايما تبص على الجمال حواليك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر فإنما أنت مذكر. تبدأ تعد جمال بنتها قدام عينيها، شوف هي طيبة إزاي، شوف ربنا رزقني ببنت ذكية إزاي، شوف هي كريمة وحنينة. تبدأ تعدد جمال البنت على قلبها وعلى عقلها، وتفكر نفسها، وربنا قال وذكر إنما أنت مذكر. أنت محتاج إنك تفتكر، ومحتاج إنك تشوف الجمال قدام عينيك، فده يأثر على قلبك ويخليك تنتصر في الصراع. الحاجة التانية اللي تعينها على المكسب إن هي تعاملها زي ما تحب ربنا يعاملها. شوف ربنا قابلها إزاي بعيوبها، وشوف ربنا بيكرمها ورزقها بنت ورزقها نعمة كبيرة رغم إن هي عندها عيوب ومشاكل، وده حال كل البشر. أحد الصحابة بيقول في يوم كنت ماشي وبضرب غلام ليا بالصوت، يعني بعصاية، فسمعت الصوت جاي من ورايا بيقول لي اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. فلما الصوت ده قرب مني ببص إذا به رسول الله، فالصوت وقع من يدي، لقيته بيقول لي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. على فكرة ربنا يقدر عليك، وربنا ممكن يعمل فيك الأصعب من كده بكتير. فأبو مسعود بيقول فاتخضيت وقلت هو حر لوجه الله، خلاص أنا عتقته يا رسول الله. فالنبي قال له لو لم تفعل للفحتك النار. كل وقت نفسك تحدثك إنك تدوسي على بنتك وتقول لها كلام يهنها ويكسرها، افتكري قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو لم تفعل للفحتك النار. معلش النفس ساعات بتكون محتاجة رادع. الحاجة التالتة اللي تعينك انك تنتصري على الصراع، في تكنيك في علم النفس وفي اللايف كوتشنج، تكنيك التخيل، انك تتخيل ما بعد الحدث. اقعدي كده تخيلي وانتي متضايقة من بنتك وعمالة تقول لها كلام سلبي عمال يسمم نفسيتها، تخيلي ان انتي ماسكة ازازة وبتشربي بنتك السم، هيحصل لها ايه بعديها؟ تستحملي الوجع ده؟ لو ما تستحمليهوش خلاص ارجعي وما تسميهاش بالكلام اللي يذبحها. سيدنا انس بن مالك بيقول ما عاتبني رسول الله قط. النبي عمره ما كان بيقول لحد كلام سلبي، ولا كان بيلوم حد، ولا كان بيجرح في حد، بالعكس النبي كان بيطبطب
وبيقرب وبيعلم بالحب والجمال، فأيا كان اللي في بنتك عايزة تصلحيه ده عمره ما يكون منهج إصلاحي. وفي فرصة لإصلاح علاقتك ببنتك في أي وقت. دانيال سيجل من العلماء الكبار في كتاب اسمه تربية خالية من الدراما بيقول لو وقعنا في الصراع مع أولادنا وكنا أسهين عليهم وغير يعني رحماء بيهم نقدر نقف ونغير طريقتنا. دايما في فرصة للتصالح، دايما في فرصة لبناء جسر من الود والحب مع الأبناء. فديت عينك انك تكسبي الصراع، حتى لو كنت غلطتي مرة واثنين وثلاثة فيها وكسرتيها 10 20 30 مرة تقدري تبني معاها من اول وجديد باب الحب والود مفتوح. طب هتكسبي ايه لما تكسبي الصراع؟ هتكسبي اول حاجة الاستمتاع بمشاعر الامومة الصافية اللي رب العالمين خلقها في العباد. نعمة، نعمة ربنا ادهالك لكنك مش قادرة تستمتعي بيها لأنك مش قابلة ظاهر بنتك. مشهد مؤلم. أول ما تكسبي الصراع بالخطوات اللي قلناها إن شاء الله هتقدري تستمتعي ببنتك وبمشاعر وجمال بنتك لأنها ملهاش ذنب. من المكاسب كمان المهمة جدا ولد صالح يدعو له. تعرف يعني إيه تبقى عايشة في الدنيا وفي ابن ليكي من جمال علاقتك بيه أو بنت ليكي من جمال علاقتك بيها بتدعيلك طول الوقت. كل ما تيجي سيرتك تمدح فيكي وتدعيلك، وعشان الجمال اللي بتقوله عنك الناس كمان تدعيلك ده وانت في الدنيا. ولو الأم انتقلت إلى الجنة هتلاقي نفسها عمالة ترفع في الدرجات. ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن العبد لا يرفع في الجنة درجات فيقول يا رب بما هذا أنا عملت إيه؟ فربنا يقول له ده بدعاء ولدك الصالح. والله ما بقعد مع حد وبجيب سيرة أمي واحكي عنها إلا ما الناس تدعي لها بالرحمة. من المكاسب برضو الكبيرة إن بنتك حجاب ليكي يوم القيامة من النار، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كان حنين معاهم، يعني دلعهم، يعني قرب منهم. كنا له حجابا من النار يوم القيامة. بنتك دي منحة من الله تحميكي في الدنيا من الأسوة لأن البنات كلها رحمة، وتحميكي في الآخرة من عقاب رب العالمين. كل أم عندها بنت مش حابة ظاهرها أو مش مبسوطة بشكلها أو مش راضية عن أخلاقها حتى يا ستي، مش هتقدري تغيري بنتك إلا بالحنية والرحمة والقرب. قربي من بنتك وحضنيها على قد ما تقدري، والله لا هتشوفي منها كل خير. أنا فاكر من 7 8 سنين كده بنتي التانية هي شخصية مختلفة ودايما بترفض الأشياء، فرحت للشيخ وقلت له أنا مش عارف أتعامل معاها. قال لي عايز تحل الموضوع؟ قلت له يا ريت. قال لي حضنها كتير على قد ما تقدر. اقبلي بنتك، اقبلي قدر الله في بنتك، اقبلي جمال رب العالمين اللي خلقه في بنتك واديلها حنان وحضنيها وهتشوفي أجمل ما فيها بإذن الله.